بتوقع أنه لازم نطلع من هذا البيت بكرة الصبح. بعدين التأشيرة رح تكون معنا خلال شي يومين. بس بتعرفي شو؟ يا ريت لو بيت إحسان يصير لإلك قبل ما نحن نروح. وهاج، هذا الموضوع مو سهل أبداً. صحيح، معك حق. بس إذا ضل وقت أكتر فرح نعمل هذا الشيء وبكل سهولة. بس خلص بكفي، أنا ما عاد أقدر أتحمل أي لحظة تانية مع هذا البني آدم. أنت لك، أنت ما بتعرف قديش عانيت وكرهت حالي بكل لحظة قضيتها مع هالختيار. شازمة، أنا بعرف هذا الشيء منيح، وحتى أنا عانيت كتير وأنت بعيدة عني. صدقوني ما رح تعانوا بعد اليوم. إحسان؟ كنت عايش وعم تاكل من لحم كتافي، واخر شيء هيك بتعمل فيني يا حقير؟ ولك بدي ربي الكلاب فيك يا ندل، بدي اطلع بروحك وارتكب جريمة قتل يا حقير. انت فهمان الموضوع غلط إحسان، بعيد خرسي. استنى اسمعني، انت فهمان الموضوع غلط. ولا حرف، سكر تمك. انا غلطت وقت اللي وثقت بشخص مثلك، ولك انتو يلي خربتوا حياة بنتي سارة البريئة. انا ما رح خليكم تعيشوا مبسوطين ولا لحظة واحدة، ولك انتو خربتوا بيتي، انتو ما عدكم زرة كرامة ولا حتى انسانية. يا واطي يا حقير، انا رح ورجيكم، رح اربيكم. ولك كيف بتتجرأوا وبتخدعوني؟ انتو خربتوا حياتي كلها، خسرت بنتي بسببكم. ولك خلص اتركوا إحسان. حقير واطي، لك ضليت ببيتي وعشت من ورا مصاري وعم تخطط تهرب برات البلد. بدك تخلي بنتي توقف ضدي مو هيك؟ رجعوا لي كل مصاري وقتها رح تنفدوا، والا رح ازدكم بالسجن. هي هي فرصتكم الاخيره والوحيده، عم تفهموا؟ والا رح تضلوا بالسجن للابد، او بوصك انت وياها. بس نحن ما معنا شيء، ما معنا مصاري ابدا. ما رح اسمح لاشخاص مثلكم ياخذوا مصاري. قلت لك لا تختبر صبري، احسن ما ادفنكم انتوا اثنين سوا. وانت شازمة، انت ما عاد تلزميني ابدا، طلعتي رخيصة وما بتناسبيني، ومن اليوم انت غريبة. انت طالق، انت طالق، طالق من اليوم. انا بورجيك.